كانت هذه مصر قبل سنوات، وهذه هي مصر الآن. تجاوزت أياما صعبة حتى نجحت في تحقيق طفرات على الأصعدة كافة. استعادت الأمن والاستقرار حتى أصبحت أكثر دول إفريقيا والشرق الأوسط أمنا بحسب تقرير مؤسسة جالوب الدولية. أنجزت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، ونجحت في تحقيق نسب نمو قياسية وصلت إلى أكثر من 5%، وانخفضت فيها نسبة البطالة إلى 9% فقط. دشنت مشاريع ضخمة للبنى التحتية والطاقة لتصبح بين أكثر 10 دول جذبا للاستثمار الأجنبي في العالم والوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا. أما السياحة فاستعادت زخمها، وضمن أجمل 10 شواطئ في العالم العربي تمتلك مصر وحدها 4 شواطئ خلابة. لو كنت مستثمرا أو سائحا فمصر هي وجهتك المفضلة. وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم.